السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كنتواجدوا قرب مدينة جديدة، كاين هاد لافيرما ديال البيع، فيها 4 الخدامة أونص ديال 4000 مترو و 500 4500. بالنسبة للإخوان حدا الفيلات، حدا السكن، حدا كلشي. بالنسبة للضو راه كاين، بالنسبة للبير راه فيها تبارك الله ما بارك، كلها دايرة بالصور. بالنسبة للوثائق كلها محفظة، بعيدة من الجدار الإخوان ب 11 كيلومتر، 10.5 حتى 11 كيلومتر، داخلة من الشانطي الإخوان بشي 300 متر، 250 حتى 300 متر داخلة من الشانطي. على بركة الله الإخوان ندخلوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا الإخوان اللهم بارك، كاين هذا كراج، الدخلة ديال الكراج، كاين الدخلة ديال صغير، باب صغير، كلها اللهم بارك كلها دايره بالصور. اللهم بارك كلها دايره بالصور. السكن الاخوان هو هذا، السكن هو هذا اللهم بارك. تبارك الله راه كلها دايره بالصور اللهم بارك. هذا هو تيراس. بالنسبه للسكن الاخوان تقريبا فيه 200 متر ديال السكن على بركه الله. هذه الدخله ديال الكوزينه، حمام كبير، هذا بيت الاول، الشومبر الاول، عنده الباب ديالو على برا التيراس. الشومبر الثاني هو هذا بالحمام ديالو، حمام اللهم بارك. هذا صالون، كاين صالون في قلب صالون، جوج صالونات، بابات هنا كيخرج من الجهه اليمنيه ديال الدار، وهاد البابات هنا كيخرج، هاد الصالون كيخرج من التيراس عفوا. نشوفوا الفيرما كاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم بالبير ديالها. على بركة الله كما قلت لكم هذا تيراس. هذه الجهة اليمنى ديال الدار، تبارك الله فيها الشجر ديال الفروي، الشجر ديال الفروي كما كتشوفوا راه كلها دايره بالصور. بالنسبه للبير الاخوان هو هذاك، غنمشيو نشوفوه. كما نذكر لكم المساحه اللي فيها 4500 متر. بالنسبه للوثائق راه كلشي محفظ، كلشي تيتري. قرب مدينه الجديده الاخوان، تبارك الله. بالنسبه للماء، الماء موجود، بالنسبة للإخوان راه البير هو هذا،
هذا البير؟ بالموتور ديالو. تبارك الله الرحمن، الله مبارك. بالنسبة للإخوان اللي بغى يشوفها، أتلقاو التليفون ديالي في الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم الإخوان، راه تقريبا شي 11 كيلومتر هكاك على الجديدة. هذا راه واحد الكراج. كل هذا يروح الصورة إخوان. دخلها هي هذيك، الدار هي هذي. وبالنسبة للتمارين الإخوان، مولاك يطلب 160 مليون. السلام عليكم.